وتعزيزا لفرص الاستثمار والشراكه بين الجزائر وكوبا، نظمت الغرفه الجزائريه للتجاره والصناعه اليوم بالعاصمه يوما اعلاميا حول السوق الكوبيه، حيث تم استعراض مناخ الاعمال بها وما تقدمه للمستثمرين الجزائريين في مختلف المجالات. اليوم ركزنا مجلس رجال أعمال جزائري كوبي يهدف إلى تطوير عدة قطاعات، منها قطاع الصيدلة، قطاع المواد الغذائية التحويلية وغيرها من المواد التي معناها تشهد وفرة في السوق الجزائري. كذلك نهدف إلى تطوير بعض العلاقات، عندهم خبرة كبيرة في مجال السياحة، عندهم خبرة كبيرة في مجال الطب والعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى التي يمكن أن نطورها مع الشعب الكوبي الصديق. وبهذه المناسبة سنتمكن من تحديد المشاريع المشتركة واتخاذ الإجراءات لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في خدمة رفاهية الشعب. ستتاح لنا الفرصة لتبادل ومواصلة تعميق الإمكانات المتواجدة والموجودة في البلدين، مع التركيز اليوم على إظهار إمكانياتهما للعالم. الجزائر وكوبا تتجهان لفتح الأسواق جديدة ولتطلع كبير بكل قواتها إلى العالم اليوم.